هل أنت مستعد للتعرق قليلا؟ إذن ابسط حصيرة التمرين على الأرض، ما من مشكلة إذا لم تملك واحدة، وأنصت إلى تعليمات التمرين. 1- النقر مع رفع الركبة. هذا التمرين هو تمرين إحماء، كل ما عليك القيام به هو الركض في مكانك ورفع ركبتيك إلى صدرك لأعلى ما يمكنك. لنبدأ، ستركض لمدة 45 ثانية ثم تستريح لمدة 15 ثانية. غالبا ما يستخدم الرياضيون هذا التمرين في بداية تدريبهم لتحسين سرعتهم ومرونتهم وقوتهم، وهو تمرين إحماء مثالي. حتى ولو كان وقتك ضيقا تحتاج إلى الإحماء قبل كل تمرين. لهذه العملية فوائد عديدة، فهي تعد عضلاتك ورئتيك وقلبك لنشاط شاق. 2- اللف الروسي. إليك كيفية القيام بهذا التمرين. اجلس واثني ركبتيك قليلا، اجعل ظهرك بوضعية زاوية 45 درجة على الأرض، تأكد من أنه مستقيم تماما. ابدأ في لف الجزء العلوي من جسمك إلى اليسار ثم إلى اليمين، استمر في فعل هذا لمدة 20 ثانية. تمرين اللف الروسي لا يقوي عضلات البطن فحسب، بل يمرن أيضا أسفل الظهر والعضلات المائلة. إذا انتهيت من الجزء الأول من اللف الروسي، لنصعب حياتك قليلا عليك. الآن تحتاج إلى رفع قدميك عن الأرض، حافظ على ظهرك في وضعيته السابقة. إذا شعرت أنه يمكنك التعامل مع بعض الضغط الإضافي، قم باللفات مع دمبل في يديك، استمر لمدة 20 ثانية أخرى. سيقوي هذا التغيير عضلات البطن العرضية التي تمتد بعمق على جانبي منطقة الوسط. إذا مرنتها بشكل جيد ستمنحك مظهر بطن مسطحة لأنها تسحبها إلى الداخل. عمل رائع، الآن يمكنك الاستراحة قليلا. 3- طحن الدراجة أثناء الوقوف. غالبا ما يشتكي المبتدئون من أن تمرين الطحن التقليدي يسبب الإزعاج. إذا كنت تشعر بذلك أيضا، جرب طحن الدراجة أثناء الوقوف، فهو بديل جيد للكسالى. في وضعية الوقوف، مد قدميك مباعدا إياهما بمسافة عرض الورك، ضع يديك خلف رأسك، تأكد من أن عضلاتك الأساسية مشدودة وظهرك مستقيم. أرخي كتفيك، وفي الوقت نفسه ارفع ساقك اليمنى المنحنية من الركبة واخفض المرفق الأيسر نحو الركبة. الآن كرر الحركة نفسها على الجانب الآخر. لنكرر هذا التمرين 5 مرات لكل جانب، سيؤدي هذا إلى تمرين عضلات البطن والعضلات المائلة والدورانية أيضا. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التمرين على تقوية عضلاتك الأساسية. هل انتهيت؟ خذ استراحة، والآن لننتقل إلى التمرين التالي. 4- اللوح الكلاسيكي. اللوح الكلاسيكي هو تمرين متعدد الأغراض فائق الفعالية، والأفضل من ذلك هو أنه يمكنك تنظيم مدى صعوبته. استلقي على الأرض أو حصيرة التمرين، ضع نفسك في وضعية لا يلمس فيها أي جزء من جسمك الأرض ما عدا أصابع قدميك وساعديك فقط. أبقي جذعك ثابتا، تأكد من أنه يشكل خطا مستقيما من أصابع قدميك إلى أذنيك. ممنوع الترهل أو الانحناء. أرخي رقبتك، ينبغي أن تواجه الأرض. حافظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان في البداية. بالإضافة إلى تقوية عضلات البطن، ستحسن أداء عضلاتك الأساسية وتحديدها، كما سينخفض خطر حدوث إصابة في الظهر أو العمود الفقري بشكل ملحوظ، وسيحسدك الجميع على وضعية جسمك، والمكسب في الفوائد زيادة في عملية الأيض. ما شعورك حول هذا التمرين؟ حاول أن تضيف ثوان عدة إضافية في كل مرة تقوم فيها بتمرين اللوح، وستلاحظ قريبا أنك لا تواجه أي مشكلة في البقاء في هذه الوضعية لمدة تصل إلى 60 ثانية. 5- اللوح مع ركبتين إلى المرفقين. هناك طرق بديلة لا حصر لها لأداء تمرين اللوح، لنجرب معا أحد هذه النسخ المختلفة. خذ الوضعية التي أخذتها عند أداء تمرين اللوح. هذه المرة تحتاج إلى تحريك ركبتين لأعلى إلى صدرك، ركبة واحدة في كل مرة. ارفع ركبة واحدة للأعلى إلى المرفق لتعيدها إلى الأرض. كرر هذه الحركة مع ركبة الأخرى 10 مرات على كل جانب. تساعد هذه النسخة المختلفة لتمرين اللوح على تقوية عضلات البطن والعضلات الأساسية والكتفين. وعندما تضيف حركة من الركبة إلى المرفق، فإنها تزيد من شدة التمرين. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك على تحسين توازنك وتمرين ساقيك. 6- الرافع. لننتقل الآن إلى تمرين ممتع بقدر ما هو مفيد،
إليك كيفية القيام به بشكل صحيح. استلقي على ظهرك مع ذراعيك ممتدتين فوق رأسك وساقيك مستقيمتين. ارفع ذراعيك عن الأرض أولا ثم كتفيك. ابدأ في الرفع لوضعية الجلوس. اجلس لوقت قصير مع يديك مرتفعتين. عد إلى وضعية الاستلقاء. افعل هذا ببطء، فقرة واحدة في كل مرة. عندما تقوم بهذا التمرين ببطء فإنك تشرك عضلاتك أكثر بكثير مما تفعل عندما ترتفع وتنخفض بسرعة. قم 10 مرات بهذا التمرين. الرفع هو أيضا تمرين متعدد الأغراض، فهو لا يساعد على شد عضلات بطنك فحسب، بل العضلات القابضة في فخذك أيضا. بالإضافة إلى ذلك يمدد ظهرك وأوتار الركبة. بالمناسبة، إذا كانت أوتار ركبتك مشدودة فاثني ركبتيك قليلا وحافظ على قدميك مسطحتين على الأرض. 7. التدحرج ككرة. نعم، هذه التمارين تصبح أكثر وأكثر حماسا. الآن ستجرب شعور الكرة المتدحرجة، ولكن لا تتدحرج بعيدا عن حصيرة التمرين من فضلك. اجلس وعانق ساقيك واضعا يديك على كاحلك. احني ظهرك من خلال إسقاط كتفيك وتوسيع ظهرك. ارفع قدميك عن الأرض وتحقق مما إذا كان بإمكانك الحفاظ على توازنك. اسحب عضلات بطنك السفلية للداخل وتدحرج للخلف عند الشهيق. احرص للغاية على ألا تتدحرج على رقبتك. ابقى في هذه الوضعية لوقت قصير. عند الزفير شد عضلات البطن وعد إلى وضعية البداية. كرر هذا التمرين 10 مرات. سيساعدك التدحرج ككرة على تمرين عضلات بطنك بعمق، بينما يحفز أيضا عمودك الفقري. قد يصعب عليك قليلا التدحرج باستقامة وتجنب السقوط جانبيا في البداية، ولكن كلما مارست التمرين أكثر كلما أصبحت هذه الحركة أكثر توازنا. 8. الزلزال. يستخدم الزلزال عادة في صفوف البيلاتيس، وللقيام به بشكل صحيح تحتاج إلى الجلوس مع ساقيك وذراعيك ممتدتين إلى الأمام باستقامة وكتفيك يتحركان للوراء. تحتاج للانحناء إلى الوراء محافظا على عضلات بطنك مشدودة قدر الإمكان. إذا شعرت بأنك بدأت تهتز فهنا يبدأ الزلزال. ابقى في هذه الوضعية قدر ما تستطيع. ينبغي أن يرتعش جسمك، وهذا رد فعل طبيعي تماما. لنبقى على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية اليوم. يستهدف هذا التمرين بشكل أساسي عضلات البطن، كما أنه يساعد على تمرين أسفل الظهر والعضلة القابضة في الفخذ. وهناك نسخ كثيرة ومختلفة لتمرين الزلزال، ولكن هذا التمرين هو النسخة الأصلية. كيف كان الاهتزاز؟ هل تشعر بأن تقسيمات بطنك بدأت تزداد وضوحا؟ انتهينا من تمارين اليوم. نأمل أن تكون قد استمتعت بوقتك. استمر في القيام بهذه التمارين 4 مرات على الأقل في الأسبوع.